له عن أي عبادة كيفما كانت، سواء كانت قولا أو فعلا أو عملا، أو سواء كانت بالجوارح، سواء كانت بالأموال، سواء كانت بأي شيء تحتاج إلى الإخلاص. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. خلقوا من أجل العبادة، وأن تكون هذه العبادة من أجل وجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء فيها ولا سمعة ولا شرك فيها. أيها الإخوة الصالحون، رغم هذا فالإنسان مكرم معزز عند ربه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم وهذا الحمل في البر والبحر وهذا التفضيل على جميع المخلوقات، وكما قلنا يؤول إلى شيء واحد.